السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية في الدرس الثالث الجزء الأول في وحدتنا الرابعة واللي كان عنوانها Looking After Our World، يعني الاعتناء بعالمنا. طبعا الجزء الأول حبايبي بيكلمنا عن الإيكوتوريزم، تاني إيكوتوريزم. إيكوتوريزم يعني السياحة البيئية. تعالوا يلا نبدأ بالكلمات بتاعتنا، بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واللي مش متابعنا من الاول هيدخل على قائمة التشغيل ويجيب الخامس 2023 هيلاقي فيه دروسنا من اول وحدة لغاية ما احنا واقفين. ولو حابب تدعم القناة ممكن تشترك في خاصية انتساب. تعالوا يلا نشوف الكي فوكابولاري اللي هو مدهالي. اول كلمة كلمة إيكوتوريزم، تاني إيكوتوريزم. إيكوتوريزم بمعنى السياحة البيئية. إيكوتوريست، إيكوتوريست معنى سائح بيئي. كورال ريف، كورال ريف، كورال ريف بمعنى شعاب مرجانية. وايلد لايف، وايلد لايف بمعنى حياة برية. يونسكو، يونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. إيكو، إيكو، ايكو حبايبي يعني بيئي. تعال حبايبي نشوف الاكسترا فوكابيلاري اللي هو مدهالي. يلا اول كلمة كلمة local people. local people بمعنى سكان محليين. historical، historical بمعنى تاريخي. project، project بمعنى مشروع. hotel، hotel، hotel بمعنى فندق. diving، diving، diving بمعنى رياضة الغطس. journey، journey، journey بمعنى رحلة. monuments، monuments، monuments حبيبي بمعنى أثار. pollution، pollution بمعنى تلوث. the Red Sea، the Red Sea معنى البحر الأحمر. normal، normal، normal حبيبي بمعنى طبيعي. tour guide، tour guide معنى مرشد سياحي. comfortable، comfortable، comfortable بمعنى مريح. culture، culture، culture بمعنى ثقافة. hurghada، hurghada، hurghada هرجادة بمعنى مدينة الغردقة. تعالوا نشوف يلا الأفعال اللي هو مدهالي ونبدأ بالأفعال المنتظمة. create، create، created، created. damage، 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 damaged، damaged، damaged. preserve، preserve، preserve يعني نحافظ على. preserved، preserve. تعالوا نشوف يلا ال irregular verbs الأفعال الشاذة. give، gave، give، gave. learn، learn، learned، 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 learned. till، till. told، told. come، come، came، came. تعالوا نشوف حبايبي أهم ال expressions وال prepositions اللي هو مدهالي. أول كلمة كلمة create from، create from يعني ينتج من. stay in، stay in يعني يبقى في. pros and cons of، pros and cons of يعني مميزات وعيوب. too much، too much يعني أكتر من اللازم. learn about، learn about يعني أتعلم عن. an exciting idea، an exciting idea، idea يعني فكرة مدهشة. travel by، travel by يعني يسافر بي. come to، come to، come to حبيبي معناه يأتي من. تعال حبيبي يلا كده نشوف الليسننج سكريبت اللي هو مدهالي واللي بيكلم لي عن الإيكوتوريزم يعني السياحة البيئية. بيقول لي العنوان what is ecotourism يعني ما هي السياحة البيئية. تلا بتقول hello شريف، بتقول شريف اهلا يا شريف. thank you for coming to talk to us حبيبي. قلنا thank you بتاخد حرف الجر for، طبعا فور حبيبي لازم يجي وراه verb plus ing او noun يعني بيجي وراه فعل في ing او اسم. فلما قال لي thank you for جاب لي وراها coming، مينفعش اقول come يا مستر، هتقول لي لا. thank you for هجيب وراها verb plus ing، ولما قال لي thank you to ولا for هقول له لا for. to talk to us يعني شكرا على مجيئك عشان تتكلم معانا. ونتو حبيبي معناها لكي، وتو هنا بيجي وراها مصدر. شريف is a tour guide and her gada بيقول لي ان شريف ده مرشد سياحي في الغردقة. tell us about ecotourism please what is it يلا اخبرنا عن السياحة البيئية وقول لنا ما هي. طبعا شريف قال hello داليا اهلا يا داليا. ecotourism is very exciting بيقول لها ان السياحة البيئية دي
مثيرة. It's tourism that looks after the environment and helps local people. قال لها دي السياحة اللي بتعتني. حبايبي كلمة لوك لما يجي وراها افتر يبقى معناها يعتني بي، فبقول بتعتني بالبيئة وكمان بتساعد السكان المحليين. لوكال حبايبي بمعنى محلي. فدانا بتقول له how does it help the environment and people، تقول له ازاي بقى هي بتساعد البيئة وكمان بتساعد الناس. فشريفة لها ecotourists don't like to travel by plane. لها ان السياح اللي بيحافظوا على البيئة ما بيحبوش يسافروا بالطائرة. because، قلت حبايبي because دي معناها لان، وبيجي وراها السبب because of the pollution planes cause. يعني بسبب حبايبي التلوث. طبعا because حبايبي لو جي وراها of يبقى معناها بسبب، وهنا ما بيجيش وراها جملة كاملة، بيجي وراها اسم او verb plus ing. فبيقول لها because of the pollution planes cause، بسبب التلوث الطيارات بتعمله، they travel by train on foot or by bike. قال لها ده هما بيسافروا اما بالقطار يا اما على الاقدام يا اما بالدراجة. خلي بالك القطار خد حرف الجر باي، الاقدام خدت حرف الجر اون، والدراجة برضو خدت باي. فدالي قالت له I see. Where do they stay؟ Where يعني أين، do they stay يعني أيام كثون بيعودوا فين. فشريف قال لها they don't like big hotels. هما بيحبوش الفنادق الكبيرة. They stay in a small local hotels or pay to stay in people's houses. هما بيحبوش يعودوا في الفنادق الكبيرة، ولكن بيعودوا في الفنادق المحلية الصغيرة، أو بيدفعوا عشان يقعدوا حبايبي أو يمكثون في منازل الناس. فدالة بتقوله What do they do when they travel؟ طب هما بيعملوا إيه بقى لما بيسافروا؟ فشريف قال لها They like to learn about local wildlife projects and local culture. لا ده هما بيحبوا يتعلموا عن المشاريع بتاعت الحياة البرية المحلية، وكمان بيتعلموا عن الثقافة المحلية. فدالة بتقول له can you give me an example؟ can you طلب حبيبي شكل ما قلنا can you give me an example؟ يعني ممكن تديني مثال؟ فلا of course here in Egypt يعني هنا في مصر we have some very nice projects، عندنا مشروعات جميلة جدا in the Red Sea في البحر الأحمر، preserving the coral reefs and the sea animals، للحفاظ على الشعاب المرجانية وكمان على الحيوانات البحرية. Tourists come to the Red Sea and the guides tell them where they can dive and how they can be with the animals. طبعا السياح لما بيجوا هنا للبحر الأحمر المرشدين بيقولوا لهم فين بالضبط يقوموا بعمليات الغطس، وكمان ازاي يقدروا يكونوا مع الحيوانات. فدالي قالت له That sounds very good. قلنا sounds هنا حبيبي معناها يبدو، يعني ده يبدو جيد جدا. Thank you for your time. اتكررت لي تاني يا حبيبي. Thank you جمع حرف الجر for. Thank you for your time يعني شكرا على وقتك شريف يا شريف. خلي بالك الاسم حبيبي لما بيجي كمنادة في اخر الكلام لازم احط قبله كما. طبعا حبيبي في صفحة 198 مديني صورتين اتنين. الصورة الاولى جايب لي ولد بيغطس، فبيقول A tourist is diving in the Red Sea near coral reef. يعني في سايح بيغطس في البحر الأحمر بجوار شعاب مرجانية. والصورة الثانية بيقول سيوا واسس توريزم يونسكو ايكو فيليج، يعني السياحة في واحد سيوا في قرية بيئية تبع منظمة اليونسكو. فصفحة 199 حبايبي مديني الموضوع بس على شكل نقاط جيدة ونقاط سيئة. يعني مديني الجود ثينجز اباوت توريزم يعني الأشياء الجيدة بخصوص السياحة، وكمان الباد ثينجز. تعالوا نشوف الجود ثينجز الاول. بيقول التوريزم جيفز جوبز فور لوكال بيبل. بيقول حبايبي ان السياحه بتوفر وظائف للناس المحليين. طيب توريزم هيلبس بيبل ليرن اباوت نيو كالتشرز، يعني بتساعد السكان المحليين ان هم يتعلموا عن ثقافات اخرى. طيب تعال نشوف يلا الباد ثينجز الاشياء السيئه. التوريزم كرييتس تو ماتش كربون دايوكسيد فروم بلين جيرنيز.
طبعا بتسبب تلوث جدا، بالذات بثاني اكسيد الكربون اللي بيخرج من الطائرات من خلال الرحلات الجوية. Number two, bullet tourism damages the natural environment. بقول ان السياحة دي بتدمر البيئة الطبيعية. Number three, bullet tourism يعني السياحة damages the historical places or monuments، بتدمر الأماكن التاريخية أو الآثار التاريخية. برضو هنا حبايبي مديني الإيكو توريزم. طبعا بروس حبايبي هي بالظبط الجود ثينجز شكل ما قلنا فوق، والكنز اللي هي السلبيات هي الباد ثينجز. طب تعال نشوف كده، بيقولي it helps the environment، يبقى السياحة البيئية بتساعد البيئة. It helps to protect the wildlife، بتساعد في حماية الحياة البرية. It doesn't cause much pollution، ما بتسببش تلوث كتير. طب تعالوا نشوف يلا السلبيات. It's not as comfortable as normal tourism، هي مش مريحة شكل السياحة العادية. تعالوا حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مدهالي في صفحة 200. عندنا كلمة stay يعني يبقى أو يمكث، عندنا كلمة pollution يعني تلوث، عندنا كلمة ecotourism يعني سياحة بيئية، وعندنا كلمة wildlife يعني حياة برية. ده سؤال التوصيل. عندنا tourism damages historical يعني السياحة بتدمر تاريخي. طيب traveling by planes creates، السفر بالطائرة ينتج. eco means eco معناه ايه؟ A tourist was diving in يعني كان بيغطس فين. tourism is very important يعني السياحة مهمة. اليمة التانية عندنا relating to the environment يعني بتعود على البيئة. The Red Sea near a coral reef يعني البحر الأحمر بجوار الشعاب المرجانية. places or monuments يعني أماكن وآثار. too many countries لدول كتير. help Egypt بتساعد مصر. too much carbon dioxide يعني ثاني أكسيد كربون كتير. bullet tourism damages historical بتدمر ايه التاريخي؟ اكيد الاماكن التاريخية، يبقى اكيد هقول places or monuments. يبقى tourism damages historical places or monuments. تعال نشوف number 2، bullet traveling by planes creates، بقول السفر بالطائرة بينتج ايه؟ اكيد بينتج ثاني أكسيد كربون كتير، يبقى هقول too much carbon dioxide. يبقى traveling by planes creates too much carbon dioxide. eco means eco ديت قلنا معناها بيئة أو عايدة على البيئة، فحقول relating to the environment يعني عايدة على البيئة. number 4، بقول a tourist was diving in، أكيد السائح كان بيغطس فين؟ برافو عليكم، في البحر الأحمر بجوار الشعاب المرجانية. يبقى هقول a tourist was diving in the Red Sea يعني في البحر الأحمر near a coral reef. number 5، bullet tourism is very important، السياحة مهمة. السياحة مهمة لمين؟ أكيد لدول كتير، يبقى too many countries تاني لدول كتير يعني too many countries. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال التالت، وده سؤال الترتيب. عندنا do stay where they، طبعا هبدأ بأداة الاستفهام بتاعت اللي هي where، فعل مساعد do، فعل بتاعي sorry they، والفعل بتاعي stay، يبقى where do they stay. تعال نشوف number 2، بقول a coral reef near like to dive ecotourists، طبعا عايز اقول ان السياح البيئيين بيحبوا يغطسوا جنب الكورال ريفز، يبقى eco tourists يحب يعني like to، والفعل ضايف near a coral reef يعني بيحبوا يغطسوا جنب الكورال ريف. طب تعال نشوف number 3، bullet tourism normal as comfortable isn't ecotourism as، طبعا دي قاعدة خدناها قبل كده، as صفة as لما يكون الاثنين متساويين في الصفة. طب وإذن تبقى كده اختلفوا، هقول إيكو توريزم فعل بتاع إذن، وبعدين أجيب as comfortable as كده as صفة as، وبعدين أجيب الاسم التاني اللي هو normal tourism تاني normal tourism
يعني مش مريحة شكل السياحة العادية. تعال نشوف نمبر 4 بيقول helps ecotourism environment the، أكيد هقول eco tourism helps يعني بتساعد the environment، يعني بتساعد يا حبايبي البيئة، تاني بتساعد البيئة. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤالي الاختياري. نمبر 1 بيقول لي helps people learn about new cultures، مين اللي بيساعد الناس انها تتعلم عن الثقافات الاخرى؟ هتقول لي tourism يعني السياحة. طب نمبر 2 بيقول لي the aid tell the tourists where they can dive، مين اللي بيخبر السياح فين يقدروا يغطسوا؟ هتقول لي المرشد. فين المرشد يا مستر؟ هتقول لي tour guides. طيب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي tourism gives a for local people، اكيد السياحة بتوفر وظائف يبقى jobs for local people. نمبر 4 بيقول ecotourism helps to protect the، بيقول ان السياحة البيئية بتساعد في حماية ايه؟ pollution التلوث، وايلد لايف الحياة البرية، جيرني رحلة، gases يعني غازات، هتقول له وايلد لايف يعني الحياة البرية. نمبر 5 بيقول we should look at the historical places and monuments، يجب ان احنا ايه في الاماكن التاريخية والاثار، هتقول له نعتني بيه، يعني ايه نعتني بيه؟ look after، تاني look after يعني يعتني بي. تعالوا حبايبي نشوف يلا سؤال الترقيم، بيقول لي how does tourism help Egypt، طبعا how الاتش هتبقى كابيتال عشان في اول الكلام، does ما فيهاش حاجه، tourism برضو ما فيهاش حاجه، help فعل ما فيهوش حاجه، بس Egypt الاي هتبقى كابيتال عشان حبايبي دي اسم بلد، وفي الاخر حط الكويستشن مارك. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال paragraph اللي بيقول لي write a paragraph of 30 or 40 words using the following guiding elements. تعال نشوف يلا العناصر الاسترشادية. بيقول لي pros and cons of ecotourism، يعني مزايا وعيوب السياحة البيئية. طبعا شكل ما قلنا ان السياحة البيئية معظمها مزايا، لكن العيوب بتاعتها بسيطة جدا حبايبي. طبعا اول جملة لازم ابدأ بيها هي ecotourism يعني السياحة البيئية is an exciting idea، يعني فكرة رائعة او مدهشة. طيب وبعدين يا مستر؟ طبعا لازم اقول هي بتساعد البيئة والناس المحليين، يبقى هقول it helps the environment، يعني بتساعد البيئة and people والناس المحليين. طبعا طبعا من مزايا انها بتوفر وظائف للناس المحليين، يبقى هقول it gives jobs، يعني هي بتوفر فرص عمل for local people، يعني للناس المحليين. طبعا شكل ما قلنا حبايبي بمزايا انها بتعلم الناس عن ثقافات الشعوب الاخرى، يبقى هقول it helps people learn or to learn about، يعني عن new cultures، يعني عن ثقافات اخرى. طب ومفيدة للبيئة ازاي؟ قلنا ما بتسببش تلوث كتير، يبقى it doesn't cause much pollution. طب قلنا ايه العيب؟ قلنا ان هي مش مريحة شكل السياحة الطبيعية، يبقى هقول it isn't as comfortable as normal tourism، يعني هي مش مريحة شكل السياحة العادية. وانا كده كتبت باراجراف سهل وبسيط جدا عن مزايا وعيوب السياحة البيئية. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله.
ولو حابب تدعم القناة ويجي لك حاجات خاصة ان شاء الله، ممكن تفعل خاصية الانتساب في قناتنا الجميلة. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنانا في الحلقة اللي جاية في الجزء الثاني من الدرس الثالث ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.